في المكان الذي تم تفجير فيه العبوتين الطريق مكشوف تماما، عادة ما تسلكه الآليات الإسرائيلية وتتقدمها كاسحة الغام، من المفترض أن تكشف وجود الغام. ما الذي حصل؟ كيف توصف هذه العملية المركبة؟ يعني أولا هذه عملية مركبة معقدة، وأعتقد أنها ناجحة بامتياز، وخاصة أنها أكثر من مرحلة. عادة يعني عمليات المقاومة تخضع لعدة مراحل. المرحلة الأولى هي الرصد والمراقبة والتتبع، تتبع الجيش الإسرائيلي سواء كان في العمليات القادمة أو في العمليات السابقة، وأخذ الدروس والعبر. قبل اتخاذ القرار يتم يعني طرح عدة أسئلة، يعني كيف يتم اختيار الهدف، كيف يتم اختيار الطريق، وكما تفضلت أخت غنوة قبل قليل وسألت المراسل أنه هل يسلك عادة الجيش الإسرائيلي هذه الطريق، وقال نعم يسلكها. فبالتالي هذا أيضا يعقد من مهمة المقاتلين الفلسطينيين، لأنه هذا الطريق معروف. فبالتالي الجيش الإسرائيلي بالتأكيد هو يتوقع أن يكون هناك عمل من هذا النوع. ومع كل ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية بزرع هذه العبوات التفجيرية. لماذا؟ لأنها اختارت المكان المناسب في هذا الطريق. صحيح أنه هذا الطريق مكشوف بالنسبة للإسرائيليين ومعروف، ويمكن أن يكون قد تم يعني فحصه قبل أن تتقدم الدبابات والآليات، ولكنها لم تستطيع. هذه ربما خضعت لحسابات دقيقة عند المقاومين الفلسطينيين في عمق الحفرة، في مكان الحفرة، في نوعية العبوات والمتفجرات، هل هي سهلة الكشف أم ربما استخدموا وهنا يعني وسائل أخرى؟ نعم، العبوتان كبيرتان جدا وفق ما قالت التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي. كيف تملك المقاومة في جنين التي تتعرض للكثير من الضغوطات والتضييقات، كيف تتمكن من الحصول على هذه القدرات العسكرية؟ يعني المثل بقول الحاجة أم الاختراع، وأنا أعتقد المقاوم الفلسطيني لن يعدم الوسيلة. حينما يكون هناك قرار ذاتي بأن هذا المقاوم سيصمد في وجه هذا الاحتلال وسيدافع عن مخيمه وعن قريته وعن مدينة، لن يعدم الوسيلة في الوصول إلى مبتغاه. وأنا أعتقد أنه ما نشاهده الآن هو يعني عينة من العينات التي ربما لدى المقاومين الفلسطينيين، لأنه اليوم يعني المعلومات مباحة ومتاحة أمام الجميع. حينما تتوفر الإرادة يمكن الوصول، وهذا ليس حكرا على العدو الإسرائيلي. يعني المقاوم الفلسطيني ثبت بالدليل القاطع من خلال 9 أشهر الماضية أنه نجح في معركة العقول والأدمغة، وتفوق على الجندي الإسرائيلي وعلى الضابط الإسرائيلي. صحيح أن الجيش الإسرائيلي لجأ في الآونة الأخيرة إلى الاعتماد على التقنيات وعلى الحداثة وعلى الوسائل المتطورة، ولكن المقاوم الفلسطيني اعتمد على عقله وعلى قدرته على مواجهة هذه الإمكانيات الإسرائيلية. وقد شاهدنا المقاومين الفلسطينيين ربما لم يعني فقط في قطاع غزة كنا نتابع استهداف آلية النمر هذه، وبالتالي أسألك إلى أي مدى تجربة قطاع غزة، تجربة المقاومين هناك، ربما كان لها كذلك أثر إيجابي على المقاومين في الضفة الغربية والتعلم من هذه التجربة؟ يعني أخت غنوة، الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والمستعربين كلهم يعني يقومون بعمليات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ العام 2002 بعد عملية السور الواقي، وتحديدا في مخيم جنين ومنطقة جنين هناك تركيز عليها. وكان هناك مجزرة عام 2002 يعني لقنت العدو الإسرائيلي درسا في فنون القتال وكيف يقاتل المقاومين الفلسطينيين بإمكانيات متواضعة. ومنذ ذلك التاريخ، وأنا أعتقد أن الضفة الغربية تحت المجهر، ومنذ جاء سموتريش وطرح بخطته عام 2017 خطة الحسم، وهناك ثلاث خطط عسكرية أشرف عليها الرؤساء هي أركان جز العشب وطنجرة الضغط وكاسر الأمواج، وكل عملية وكل خطة من هذه الخطط رافقها مئات العمليات، عمليات اقتحام وعمليات إعدام ميدانية وعمليات ضد المقاومين الفلسطينيين وضد تطور المقاومة الفلسطينية. ومع كل ذلك استطاع المقاومين الفلسطينيين أن يفلتوا قسم كبير.
نعم، شكرا لك من رام الله اللواء المتقاعد واصف ورقات الخبير العسكري.